معنى جمع الجوامع. وصلنا في جمع الجوامع في الكلام على مسألة عزيزة، مسألة من الأهمية بمكان، مسألة مطلق النهي. هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ وقلنا أن المسألة على التفصيل، بيان الرارح في مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا، وهي على كما بيانا وفصلنا الدرس الماضي أنها أصول ثلاثة، نعم أو أقل ثلاثة، لأنها تقتضي الفساد لا تقتضي الفساد، والمسألة على التفصيل إن كان أنه يقع على ذات الشيء يقتضي الفساد، إن كان يقع على وصف داخل الشيء يقتضي الفساد، أو وصف ملازم. إذن الكلام هنا على مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا، كما قلنا أقوال ثلاثة، يقتضي لا يقتضي المسألة إذا كان النهي عن ذات الشيء، عن وصف داخل الشيء، عن وصف ملازم، عن وصف خارج، هذا التفصيل. إن كان عن ذات الشيء أو عن أو شيء داخل الشيء، وصف داخل الشيء أو وصف ملازم، فإنه يقتضي الفساد. أما لو وصف خارج الشيء فإنه لا يقتضي الفساد. وبينت ذلك على مثلا إذا وجدنا أن النهي ورد على لبس الحرير، وستر العورة في الصلاة بالحرير، لا شيء عليه. هنا عندنا مسألتان. المسألة الأولى مفاد نفي القبول. أنا أريد أن تفهم شيئا مهما، وهي مسألة من الأهمية مكان، مسألة الصحة والقبول. لابد أن تعلم بأن القبول لابد له من صحة، يعني القبول يتضمن الصحة، القبول يتضمن الصحة، والصحة لا تستلزم القبول، الصحة لا تستلزم القبول. هذا الفرق بينهما. والمعنى أنه لا يقبل العمل إلا إذا كان صحيحا، العمل لا يقبل إلا إذا كان صحيحا، لكن قد يكون صحيحا ولا يقبل. بالتفصيل يتضح لك هذا الأمر. الله جل في علاه قال: من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فأعطى شرطا لقبول العمل الإخلاص لله جل في علاه، وأعطى شرطا آخر وهو أن يكون العمل متابعا فيه، يعني صالحا متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام العمل صالحا إخلاصا فهو مقبول، وإلا فلا. وصلاح العمل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه على وفق ما شرع الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوابه، هذا أحسن عملا. قالوا: وما أخلصه وما أصوابه؟ قال: إذا كان العمل صوابا لم يكن مخلصا لا يقبل. وإن كان مخلصا فيه صاحبه ولم يكن صوابا لا يقبل. فإذا القبول لابد فيه من الصحة. العمل الفاسد لا يقبله الله جل في علاه ولو كانت النية صالحة. قد يؤجر على النية قد، لكن لا يقبل العمل. لكن قد يكون العمل صحيحا ولا يكون مقبولا، كمن شرب الخمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40. هذه دلالات واضحة في هذا الباب للتفريق. إذا عندنا المسألة الأولى هنا، وهذه المسألة هي مسألة ختام مسألة أن هل النهي يقتضي الفساد أم لا. وقيل إن نفي عنه القبول أي نفي عن الشيء يفيد الصحة له، لظهور النفي في عدم الثواب دون الاعتداد. يعني قد يكون صحيحا ونفي القبول، يعني نفي القبول لا يستلزم عدم الصحة، نفي القبول لا يستلزم عدم الصحة، قد يكون صحيحا لكن لا يقبل.
ولا يكون مقبولا، كما ضربنا الأمثلة على ذلك في شرب الخمر وإتيان الكهنة. وقيل بل النافي دليل الفساد ظهوري في عدم الاعتداد، والمعنى إذا قيل بنفي القبول فهو يثبت الفساد، إذا قيل بنفي القبول فهو يثبت الفساد، وهذا غير موجود. وآخر مسألة في الباب، باب مطلق نهي يقتضي الفساد، وبعد ذلك ننتقل إلى العام والخاص. والحمد لله احنا ايضا قطعنا شوطا كبيرا في جمع الجوامع. قال المصنف: ونفي الإجزاء كنفي القبول. لو قلنا لا تجزئ، يعني من مسألة سقوط المطالبة، نفي الإجزاء كنفي القبول فإنه يفيد الفساد أو الصحة، قولان بناء للأول على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب. يعني لو قلنا تجزئه يبقى لا يطالب. نقول رجل صلى بالتيمم بعدما بحث عن الماء، فصلى بالتيمم ثم بعدما صلى وجد الماء، إن كان تقصير أو غير تقصير، نقول أجزأته صلاته لأنه اتقى الله ما استطاع وأتى بما يستطيع، فتصح صلاته بهذا، أجزأته. فإن قلنا أجزأته صلاته كان كفاية في سقوط المطالبة. طيب ده بسم الله كده، أنا مش عارف أعمل إيه بصراحة. وهو الراجح، والثاني على أنه إسقاط القضاء، فإنما لا يسقطه بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا، قد يصح كصلاة فاقد الطهرين. صلاة فاقد الطهرين صلاة صحيحة، وإن قال بعضهم عليه القضاء لندور ذلك، لندرة ذلك، والعذر إن كان نادرا لا يعتد به. والصحيح أنه قد أتى بما يستطيع، ومن أتى بما يستطيع فقد أدى ما عليه، فقد أدى ما عليه. وقيل هو أولى بالفساد من نفي القبول التبادر عدم الاعتداد منه إلى الذهن. وقيل هو أولى بالفساد من نفي القبول التبادر عدم الاعتداد منه إلى الذهن. وعلى الفساد في الأول حديث الصحيحين، قول الله جل في علاه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يعني هو هنا يقول لك، يريد يقول بأنه إذا 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 جاء النص بنفي القبول فالفساد، إذا جاء النص بنفي القبول فالفساد. وللثاني لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. والصحيح كما قلنا بأنه قد يكون صحيحا غير مقبول، قد يكون صحيحا غير مقبول كما بينت، والحديث صحيح جدا، لأنه قال: لا تقبل صلاة أحد من شرب خمرا لا تقبل له صلاة 40، وهو وقد يأتي بالصلاة على وجهها الصحيح من توفر شروط الأركان، فلا يتأتى ذلك. وهذا نهاية الباب في الكلام على مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا، قد بينا ذلك، ونسأل الله أن ينفع بها. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على العام والخاص. فالعام لفظ، دخل المصنف في الكلام على العام، وهذا يعني كان ممكن نوقف الدرس هنا على مسألة العام، لكن هذا الأفضل ندخل فيها حتى نشرع في العام، ويكون قد أتينا بأمر يا رب تقبل لنا فيه ساعة. قال: العام، العام هو لفظ يستغرق الصالح له. طبعا العام هو الذي يتناول أفراده. أنا عارف، اسحب خلاص، عرفت المكان. يتناوله دفعة واحدة
العام هو يستغرق كل ما يصلح له دفعة واحدة، ودفعة واحدة مهمة جدا. هذا قيد يخرج، يخرج المطلق، يعني النكرة في سياق الإثبات تخرج، لأن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. هنا العموم يستغرق. محمد في درس مين حضرتك؟ إذن هو يتناوله دفعة فخرج بالنكرة في الإثبات مفردة أو مثناة، فإن النكرة في سياق الإثبات تفيده. هيخش مين جاي؟ حضرتك كلمه الساعة 5. طب حضرتك كنت تكلمه الساعة 5 عشان أو اسم عدد من حيث لا من حيث الأحد 5 أو 5 ونص إن شاء الله، فإنها تتناول ما تصلح على سبيل البدل لا الاستغراق، نحو أكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهم من غير حصر. اسم العدد من حيث الأحاد فإنه يستغرقها بحصر كعشرة، وأيضا النكرة المثناة كقولك رجلين. ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقته أو حقيقة ومجاز أو مجازي على الراجح المتقدم من صحة ذلك، ويصدق عليه الحد كما يصدق عليه المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد. إذن هو العام هو اللفظ الذي يعني يستغرق أحادة دفعة واحدة على الشمول لا على البدلية. طيب بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى أيضا من أصول الفقه الآن بتعريف العام، ومسائله تأتي في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا، وسأستأذن منكم عندي حلقة الآن، تنتهي الحلقة ونبدأ بإذن الله في الكلام على العقيدة، أولا السفارينية ثم السنن. جزيتم الجنة، ونسأل الله أن يشكر لكم هذه المثابرة والصبر والتواجد في يعني في الدروس، سواء بقى كانت الساعات مواتية أو غير مواتية. أنتم والله فخر لأهل الإسلام، جزاكم الله خيرا. معي سامحوني حتى الأسئلة نرجئها إلى بعد الحلقة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.